معقولة يا حبيبتي؟ هنتكلم كمان في موضوع غريب وانت بره؟ سيبك من ده كله وطمنيني على ابني. ايه؟ بجد والله؟ احمدك يا رب، والله قلبي كان حاسس. لا طبعا محدش قال لي ده، انا بتصل كده من نفسي. اوعدك ان انت هترجعي تلاقي اسعد ده من اول وجديد. صدقيني بقى ما يبقاش قلبك اسود. وده اللي انا عايزه. ايوه، اما تيجي نتفاهم بكره. بس ده انا عندي شغل كتير بكره قوي في السويس، بس انا هحاول طبعا اخلصه واجي، بس لاي ظرف من الظروف، لو يعني حصل كده ولا كده، باذن الله بالليل هكون عندكم. طب يا روح، مع الف سلامه. مع الف الف سلامه يا حبيبي. يعني طلعت برضه انا اللي في الاخر غلطان. انا قايله لك من الاول مالكش دعوه بيا. اللي مش قادر اصدقه ازاي انت قابله على نفسك وضع زي ده. انا وجوزي حرين، انت تعرف ايه اللي بينا؟ ما هو باين على وشك، واحده غيرك كانت طلبت الطلاق. ايه اللي انت بتقوله ده؟ طلاق ايه؟ اللي اعرفه اي واحده عندها دم المفروض تطلب الطلاق. رامي، لحد كده وكفايه. انت مش من حقك تتدخل في حياتي ولا تكلمني بالطريقه دي ابدا، فاهم ولا لا؟ فاهم، بس في نفس الوقت ما اقدرش اشوف حد بايزيك واسكت. مي، انت بالنسبه لي اختي. يا سيدي انا مبسوطه كده، ما تخربش عليا ارجوك. انا اخرب عليك يا مي؟ عموما بعد كده هبقى اعمل نفسي مش واخد بالي. انا اسفه يا رامي، لكن طبعا كل واحد حر في حياته، وانا اعملك اللي انت عايزاه. رامي، عاوزة منك حاجة تانية. أموري. مش عاوزة أنكل أسعد ولا لقاء يعرفوا حاجة من اللي حصلت. إذا كان عليا أنا مش هجيب سيرة لحد، بس ممكن يكون حد سمعنا في الشركة وبلغ بابا. إذا كان على الشركة ما تقلقش خالص، شريف هيتصرف، بس المهم البيت هنا محدش يعرف فيه حاجة.